يا أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء أينما كنتم. اليوم في هذا الفيديو القصير سنتعرف على بعض أنواع النخيل من العراق، وطبعا هذا الفيديو زودنا فيه صديقنا الغالي علي أبو العباس، بنوجه له تحية كثير كبيرة. رح نتعرف عليه على بعض أنواع التمور وبعض أنواع النخيل المتواجد هنالك في العراق، وأيضا أدعو جميع متابعينا اللي حابب يزودنا بأي فيديوهات من حدائقه من أي أفكار هو بحب يشارك فيها هذا الفيديو مع قناتنا. يمكنكم التواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام، اسم صفحتنا هو روزيلا فلاورز، وأيضا على الإنستغرام كذلك سأضع لكم عناوين هذه الصفحات وروابطها في الوصف في الأسفل. أدعو جميع متابعينا من يريد أن يزودنا ببعض الفيديوهات، بعض الأفكار، أي شيء يريد أن يشاركه معنا ومع جميع المتابعين يمكنكم ذلك. والآن أترككم مع الفيديو. السلام عليكم، هذا الفيديو خاص إلى قناة كول الأخ مهدي العزيز. اليوم راح نصور لكم أنواع النخيل، من أنواع النخيل تمر البرحي، البلح البرحي، هاي أحد أصناف البلح البرحي. هاي النوع من النخيل من الدرجات الأولى بالعراق، البرحي، نوعية البرحي من الدرجة الأولى بالعراق. طبعا نشكر الأستاذ والأخ الفاضل الأخ مهدي للتواصل ويانا على جميع المنشورات وعلى جميع المستجدات هذا النوع من التمر الشبشاب. كذلك من الأنواع الجيدة هذا النوع الشبشاب، يمتاز بالثمرة الكبيرة والطعم الطيب. نوعية الشبشاب. كذلك تحياتنا لك أخ مهدي، وتحياتنا للمتابعين. هذا النوع من التمر من البلح نوع شكر، هذا النوع شكر. كذلك هذا النوع نوع من أنواع النخيل الجيدة التبرزل. هاي أنواع فاخرة كذلك عندنا هنا نوع، هاي الأصناف اللي عرضناها لكم من أجود التمور المشهورة بأرض العراق. كذلك هاي النوعية النوع السلطاني، هاي النوعية البلح السلطاني اللي مشهور بالتسمية بالعراق سلطاني.